يسعد مساكم اصدقائي، كيف حالكم متابعين قناة فيوتشر كوين؟ طبعا منصة جديدة عم تنهار بعد انهيار منصة FTX وتداعيات منصة FTX عم نشوف اثارها الى حد الان بانهيار جديد لسوق العملات المشفرة وانهيار جديد لمنصة جديدة. طبعا كمان رح نتكلم عن المنصات القادمة المتوقع انه تنهار حسب المقالات والصحف. خليكم مع اصدقائي لبعد الان تروح تشوفوا اخر اخبار الكريبتو. قبل ما نبلش بالفيديو بتمنى تضغط على زر اللايك، تشترك بالقناة، تفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمي. خليكم معنا لبعد الانترو. أعلنت اليوم منصة بلوكفاي أصدقائي عن تقديم طلب للإفلاس حسب القانون الأمريكي على الفصل 11. أعلنت بلوكفاي رسميا عن إفلاسها. حاليا في ديون على منصة بلوكفاي بقيمة 10 مليار دولار. طبعا أصدقائي شو المنصة القادمة في الانهيار؟ أنا بتوقع شركة جينيسيس تكون الشركة القادمة في انهيار الشركات أو في مسلسل انهيار الشركات. أعلنت منصة جينيسيس أنه إذا ما بتجمع مليار دولار راح تعلن إفلاسها، وانهيار جينيسيس راح يكون أصعب من انهيار منصة FTX، وطبعا ممكن ينزل بيتكوين بسبب انهيار هاي المنصة إلى 10,000 دولار أو 12,000 دولار. طبعا شركة جينيسيس هي شركة تابعة للشركة الأم اللي هي شركة ديجيتال كرانسي جروب، أو مثل ما معرف عليها شركة DCG أو شركة ديجيتال كرانسي جروب. طبعا هاي الشركة عندها عدة شركات، أهمها شركة جراي سيكل، وعندي كمان شركة جينيسيس وكوين ديسك الخاصة بالأخبار. هدول منصات كلها تابعة لشركة ديجيتال كرنسي جروب. حاليا من المتوقع انهيار منصة جينيسيس، وإذا انهارت منصة جينيسيس طبعا رح نشوف أزمة كبيرة في سوق العملات المشفرة. لكن منصة جينيسيس عم تطمن مستخدمينا وعم تقول نحن بعيدين حاليا عن الانهيار. لكن هذا الشيء نفسه صار مع منصة FTX قبل الانهيار. كمان اعلنت منصة FTX انه هي بعيدة عن الانهيار، انه هي حاليا منصة FTX بالامان. لكن بعد يومين ولا ثلاثة شفنا انهيار كبير بمنصة FTX وافلاسها. حاليا نفس السيناريو عم نمر فيه مع منصة جينيسيس. طبعا حتى تنجو منصة جينيسيس من الانهيار لازم تجمع تقريبا مليار دولار. الى حد الان مجمع منصة 400 مليون دولار وعندها طلب اقتراض من منصة باينانس، يعني قدم الطلب لمنصة باينانس حتى تقوم منصة باينانس باقراضها حتى تنجو من هاي المشكلة او هاي الازمة اللي عم تمر فيها هاي الشركة. طبعا شو بالنسبة للبيتكوين اصدقائي؟ طبعا كنا قبل الانهيار منصة بلوكفاي كنا عم نمشي بداخل كوريدور، تم كسر هذا الكوريدور، وطبعا من مرحلة التجميع الاخيرة صار عندي عمليات شراء كبيرة، ورجع البيتكوين استقر مرة ثانية عن منطقة 16,200. حاليا هدفي هو نرجع لداخل الكريدور عند منطقة 16,400 ونرجع نتداول داخل هذا النطاق السعري إلى أن يتم كسر منطقة 16,500 اللي هي حاليا عندي مقاومة عنيدة عم يصعب كسرها. طبعا عندي ارتفاع كبير كمان بالدوج كوين أصدقائي. الدوج كوين تكلمنا عليها بالفيديو السابق وتكلمت أنه ممكن عملة الدوج كوين تخترق مقاومة 10 سنت، وهذا اللي صار فعلا. العملة وصلت إلى 10 سنت فاصلة 80، وحاليا رجعت انخفضت العملة الى سعر 9 سنت. رجعنا قمنا بعملية شراء على جروب الفي اي بي، وحاليا عم نكمل بالصعود. عندي مربح جيد نوعا ما الى حد الان من 9 سنت الى تقريبا 9 سنت فاصلة 70. الى حد الان عندي مربح والعملة مستمرة في الصعود. عندي محاولة اختراق الموفينج افريج 200، وبعدها رح نرجع نتوجه الى منطقة 11 سنت فاصلة 30. أصدقائي نكون وصلنا لهذا الفيديو، بتمنى الفيديو يكون نال إعجابك، لا تنسى تشترك بالقناة، تفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية. مع السلامة ودمتم بخير.